إذن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعود إليكم طلابنا الأعزاء، طلاب الصف التاسع في درس جديد من دروس الرياضيات. لازلنا وإياكم في كتاب الجبر الوحدة الثالثة، مجموعة الأعداد الحقيقية. طبعا لكن انتهينا من جميع العناوين ضمن هذه الوحدة، بقي لدينا حل تمرينات الوحدة الثالثة. إذن ما تبقى لدينا تمرينات الوحدة الثالثة، قمنا في الدرس الماضي بحل السؤال الأول والثاني والثالث والرابع، أما الآن فننتقل وإياكم إلى حل السؤال الخامس. إذن على ماذا ينص السؤال الخامس؟ اكتب كل مما يأتي بأبسط صورة. إذن ما هي العبارات المطلوب مني كتابتها بأبسط صورة أو بأبسط شكل ممكن؟ لدي العبارة الأولى A، جذر 63 ناقص تحت الجذر 112 زائد تحت الجذر 700. العبارة التالية B، جذر 99 ناقص 10 بجذر 1100 زائد 6 بجذر 396. العبارة الثالثة C، 2 بجذر 63 ناقص 5 بجذر 28 زائد تحت الجذر أيضا 112. العبارة الرابعة دي، ناقص جذر 50 زائد جذر 32 زائد جذر 2. نبدأ الآن بحل العبارة الأولى. إذن ضمن السؤال الخامس لدي العبارة الأولى، سيبدأ بالحل عمر. عمر تفضل يا عمر، العبارة الأولى. يازي زائد جذر 63 ناقص جذر 112 زائد جذر 700 A يساوي جذر 63 هي 9 ضرب 7، جذر 9 ضرب 7 ناقص 16 جذر 16 ضرب 7 زائد 100 ضرب 7. نعم أحسنت يا عمر. إذن نعيد ما ذكره عمر، نعيد ما ذكره عمر لننتبه جيدا إلى تبسيط الجذور الآتي. إذا جذر 63 تحت الجذر هي عبارة عن 9 ضرب 7. طالما أنني بدأت بالعدد الأولي 7 فأكمل بقية الجذور جداء العدد 7. إذا طبعا أنتبه أن جذر 9 ضرب 7 تكتب جذر 9 ضرب جذر 7. الحد الثاني جذر 112 هو عبارة عن تحت الجذر 16 ضرب 7 وتكتب أيضا جذر 16 ضرب جذر 7. الحد الثالث تحت الجذر 100 ضرب 7 ويكتب أيضا تحت الجذر 100 ضرب تحت الجذر 7. طبعا هنا أنا فصلت المرحلة الثانية والثالثة بالتفصيل كي نفهم جيدا آلية التبسيط. الآن تفضل يا عمر أكمل. سيساوي A 3 جذر 7 ناقص 4 جذر 7 زائد 10 جذر 7. نعم أحسن. A يساوي بين قوسين 3 ناقص 4 زائد 10 جذر 7 ويساوي 9 جذر 7. نعم أحسنت، بارك الله بك. إذن يمكن أن نضم الأعداد 3 ناقص 4 زائد 10 ضمن قوسين ونضع جذر 7 خارج هذين القوسين، أو يمكن أن نقوم بعمليتي الجمع والطرح مباشرة، فنكتب 3 زائد 10 13 بجذر 7 ناقص 4 بجذر 7 يساوي زائد 9 بجذر 7. نعم أحسنت يا عمر، بارك الله بك. هذا هو أو هذه هي العبارة الأولى. الآن العبارة الثانية ستقوم بحلها آمنة. يلا العبارة الثانية يا آمنة تفضلي. يلا تفضلي. بسرعة، تحت الجذر 9 ضرب 11 ناقص 10 تحت الجذر 100 ضرب 11 زائد 6 تحت الجذر 36 ضرب 11. نعم أحسنتي، بارك الله بك. إذا تحت الجذر 9 ضرب 11 وتكتب جذر 9 ضرب جذر 11. طبعا هنا أعود وأكرر، أنا فصلت هذه المرحلة، هذه المرحلة الملونة بغير لون الأبيض، يمكن إهمال هذه المرحلة لكن أنا قمت بالتفصيل لأجل الاستفادة.
إذن جذر 9 ضرب جذر 11 ناقص 10 ضرب جذر 100 ضرب جذر 11 زائد 6 جذر 36 ضرب جذر 11. أكملي يا آمنة تفضلي. سيساوي 3 جذر 11 ناقص 10 ضرب 10 بجذر 11 زائد 6 ضرب 6 بجذر 11 تساوي 3 جذر ال11 ناقص 100 جذر ال11 زائد 36 جذر ال11 وتساوي ناقص 61 جذر ال11. نعم أحسنت يا أمنة بارك الله بك. إذا 3 جذر 11 طبعا على اعتبار أن جذر التسعة هو 3، 3 بجذر 11 ناقص 10 ضرب 10 بجذر 11 تصبح ناقص 100 جذر 11 زائد 6 ضرب 6 جذر 11 تصبح زائد 36 جذر 11. طبعا بإكمال عمليات الجمع والطرح 3 زائد 36 هي 39، 36 إشارة موجبة ناقص 100 إشارة سالبة الجواب ناقص 61 جذر 11. نعم أحسنت يا أمني بارك الله بك. الآن التمرين التالي وهو سي، سيقوم بحله كامل. تفضل يا كامل. نعم أهلا وسهلا. بصير عنا 2 بجذر 9 ضرب 7 ناقص 5 بجذر 4 ضرب 7 نعم زائد 6 16 ضرب 7. نعم أحسنت. 2 جذر 9 ضرب جذر 7 ناقص 5 بجذر 4 ضرب جذر 7 زائد جذر 16 ضرب جذر 7. نعم أحسنت. بصير عندنا 2 ضرب 3 بجذر 7 نعم ناقص 5 ضرب ناقص 5 جذر 4 طب جذر 4 قديش؟ 2 2 جذر 7 نعم زائد 4 جذر 7. نعم احسنت اكمل. بصير عندنا 7 2 ضرب 3 6 زائد 4 10 ناقص 5 ضرب 2 10 بصير عندنا جذر 7. نعم تساوي سي بس جذر 7 تساوي 10 ناقص 10 ناقص 10 قديش يا كامل؟ صفر. صفر. إذا صفر ضرب جذر 7 يعني صفر، الجواب النهائي يجب أن يكون صفرا. نعم أحسنت يا كامل، شكرا لمشاركتك بارك الله بك. إذا ننتبه جيدا، نعود. جذر 63 هو عبارة عن 9 ضرب 7 وتكتب 2 ضرب جذر 9 ضرب جذر 7. 5 بجذر 28 5 تحت الجذر 4 ضرب 7. إذا ننتبه أن العامل المشترك أو العامل الأولي 7 لكي يبقى لدي جميع الحدود تنتهي بجذر 7 وتصبح حدود متشابهة كي أقوم بجمعها وطرحها بكل بساطة. إذا يصبح لدي ناقص 5 ضرب جذر 4 ضرب جذر 7. الآن تحت الجذر 16 ضرب 7 زائد جذر 16 ضرب جذر 7. إذن 2 ضرب جذر 9 هي عبارة عن 3 بجذر 7. جذر 4 هي عبارة عن 2 بجذر 7 زائد 4 بجذر 7. طبعا أكمل عمليات الضرب. 2 ضرب 3 هي عبارة عن 6 بجذر 7. 5 ب 2 ناقص 10 بجذر 7 زائد 4 بجذر 7. إذن 6 زائد 4 10 جذر 7 ناقص 10 جذر 7 الجواب النهائي يكون صفرا. بقي لدي العبارة الرابعة. تفضل يا أحمد. يلا تفضل يا أحمد. يا أنسي معك. تمام. أنسي هون بصير عنا أنسي 25 ضرب 2 بيساوي 50 و16 ضرب 2 بيساوي 32. نعم. أنسي هون بصير عنا دي تساوي ناقص 5 جذر 2 زائد 4 جذر 2 زائد جذر 2 أنسي يساوي صفر. نعم أحسنت بارك الله بك يا أحمد. إذا ننتبه أو نعيد الخطوات كي ننتبه جيدا. ناقص جذر 50 طبعا الإشارة السالبة لا دخل لها بما داخل الجذر، الإشارة السالبة هي خارج الجذر فأتركها كما هي. ناقص تحت الجذر 25 ضرب 2 طبعا أستطيع توزيع الجذر، جذر 25 ضرب جذر 2. جذر 32 هي عبارة عن 16 ضرب 2. إذن كما قلنا هنا العدد الأولي هو العدد 2 ف
فأحافظ على نفس الأسلوب في كل الحدود الجبرية، 16 ضرب 2 وتكتب جذر 16 ضرب جذر 2. الآن زائد جذر 2 مبسطة إلى أبسط شكل ممكن فأتركها كما هي. طبعا هنا ناقص 5 جذر 2 زائد 4 جذر 2 زائد جذر 2، إذا ناقص 5 جذر 2 زائد 5 جذر 2، الجواب النهائي 0.